على استضافتهم لنا وعلى يعني تعاونهم مع الجمعيات التنموية من أجل توعية وتحسيس تلاميذ وتلميذات هذه المؤسسة هذه بمجموعة من المواضيع من بينها تعفنت المنظمة الجنسية المفسدة. إذا بالنسبة للمنظمة الإفريقية اللي كانت حد أسيدة هي واحد المنظمة اللي هي عالمية، عندنا مكتب يعني كبير في فرنسا، في المغرب عندنا تقريبا 16 فرع، المكتب المركزي ديالنا كاين في الرباط، وهذه المنظمة هذه يعني تخدم على مجموعة ديال المواضيع، ولكن الأهداف ديالها عندها مجموعة من الأهداف من بينها وعلى رأسها تحسيس والتوعية بخطورة تعفن المنقول جنسيا. الهدف الأساسي ديالنا وهو أننا نوعي ونحسوا الناس بخطورة تعفن المنقول جنسيا. ثانيا ومن خلال التحسيس وهذه التوعية هذه يعني نوضعوا يد في الجميع باش نوصلوا للهدف الأساسي وهو التقليص ويعني نقصوا من نسبة المصابين اللي بتعفن المنقول جنسيا وهذا بالسيلة. بالنسبة للتعفن المنقول جنسيا غالية وكالتزايد لأن لدينا السيتياسيون إبيديمولوجي يعني الوضعية الوبائية بالنسبة للتعفن في المنطقة الجنسية ولا بالسيلة وشفنا كل عام يعني كنشوفوا في التصاعد. صحيح أن المغرب يعني فيه بريفالونس هابطة يعني النسبة ديال الإصابة بالسيلة خصوصا بالسيلة هابطة بالنسبة لدول أخرى ولكن المشكلة هي عندنا هاد الإصابة عندنا سونتخي يعني مركزة عندنا واحد من الناس مركزة واحد من الناس اللي هما كنسميوهم لي بيرسون كلي شكون هاد الناس هما الشباب هما الشباب هما لي دي اس يعني إلا ما قمناش بهاد الحملات هادي إلا ما حسسناش الناس ربما مستقبلا غيولي المغرب فيه بالنسبة ليا بحال دول أخرى اللي هي عالية وهذا ما باغينش نوصلوا ليه. كاين المخطط الاستراتيجي اللي كيهدف أنه من هنا 2016 يكون عندنا زيرو ولادات بالتعفن بالسيدة وتكون عندنا نسبة ديال الإصابة بالسيدة هابطة. هذا هو المخطط الاستراتيجي ديالنا ولكن يعني باش نوصلوا لهذا الشيء هذا خصنا نخدموا. كيفاش خصنا نخدموا؟ يعني بهذه الحملات بهذه التوعية. إذا غادي نبداو بالتعفن المنقول الجنسية غادي ندوزو للسيفيليس أو الزهري أو ما يصطلح عليه بالنوار. كنسمعوا هذه المصطلحات هذه السيفيليس الزهري أو النوار. إذا شكون اللي يمكن يعطيني شي معلومات على هذا التعفن هذا؟ شكون يمكن يعطيني شي معلومات على الزهري؟ ها؟ ولا أحد؟ إذا بالنسبة للزهري كما سولني الأستاذ قبيلة يعني واش الشنقر هو في المرحلة أول مرحلة الأولى ديال الزهري إلا الشنقر بوحدو والشنقر بوحدو والسيفيليس بوحدو. إذا الزهري من أخطر هذو اللي شفناهم كلهم بوحدهم والزهري بوحده. اذا الزهري او السيفيليس من اخطر تعفنات المنقول جنسيا. علاش؟ لان كيمر ثلاثه ديال المراحل. لان التعفن اللي هو ما كيبانش يقدر تبان الاعراض ديالو ولكن ما نديوهاش فيها. الاعراض ديالو في المرحله الاولى كيفاش كتبان؟ كتبان على شكل شريحه في الجهه التناسلي ديال الرجل او ديال المراه ولكن مغايرة على الشنقر. شفنا الشنقر على انه حبة اللي كتقيح كدير لي لونيون ديال الولسيف كتعطي السخانة. بالنسبة للجرحة ديال الزهري جرحة اللي هي صامتة ونقية ما كتحرقش ما كتقيحش ما كدير سخانة ما كدير ولسيس جريحة بسيطة. كاين الأغلبية ديال اللي يقدر يقول لك أنا غير كنت كنحك وعندي الأطفال وجرحت راسي بحكم انها ما كتحرقش ما كدير لها سخانه ما كتقيش ما والو او صبنت الملابس الداخليه بجافي وتيل ولا جدا ودارت لي الحساسيه خصوصا ان هاد الجريحه هادي سواء دير لها الدواء ولا ما ديرلهاش كدير واحد الوقت ديالها وكتمشي في حالتها هي غير علامه كتعطيك كتعلمك
غير كتشعل لك الضوء على ان راه عندك ميكروب ديال سيفيليز راه دخل لك الذات ديالك، خصك تمشي تشوف علاش هاد الجرحه خرجت لك. فالانسان كما قلت لكم في الاول الا كان شويه فيه الوسواس ومشى دغيا للطبيب وشاف علاش ديك الجرحه، راه كيعرف على ان الزهري من الخطوره عاوتاني ديالو كيبان التحليله. إذا ما درتيش التحليله راه ما كتعرفش ها الزهري ها الخطوره الثانيه عاوتاني الخطوره الثالثه على انه ديك الشريحه ديالي ها الدور لما بديتهاش كتمشي لراسها فاش كتمشي حنا نقولو بصح راه حكيت ولا هذا ومشات صافي في حين ان الميكروب راه في الذات في الدم كيكبر كيكبر باش كيدوز المرحله الثانيه المرحله الثانيه كدوز حتى العامين حتى ثلاث سنين يعني ماشي كتجي يعني شي مورشي كيكبر المرحله الثانيه كيفاش كنعرفوا الزهري او النوار كيفاش كنعرفوه كيفاش كنعرفوا انسان عنده النوار المساله اللي هي واضحه كلشي كيعرفها في المرحله الثانيه كيبان بصفوغ ديال ديطاش في الذات كامله في الجسم كامل كيبان واحد البقع اللي هي ورديه بحال الحساسيه بحال الحزاز في الذات كامله الجرايح الحساسيه يعني واحد البقع اللي هي ورديه بحال اللي فيها واحد الشريطات بحال هكذا بحال اللي كتكون دزتي مع شي حيط وجرحتك وبقات حمراء هكذا دايره بحال هكذا فهذا كيكون كيبان في اللسان كيبان في اليدين في قاع الرجلين صفوغ ديال الكزيمه كاين الناس اللي كتبقى تعالج على ان راه عنده الكزيمه في يديه وفي رجليه وراه الا ما دارش تحليله وعرف على ان عنده السيفيليز يقدر يعالج حياته كامله شفنا كيفاش بان في المرحله الاولى ديك الجريحه ديك الجريحه الى الانسان مشى بسرعه ودار التحليله وعرف على ان عنده سيفيليز كيتعالج بسرعه كيتعالج حتى بامكانيات اللي هي قليله اذا داز المرحله الثانيه كيتعالج عاوتاني ولكن كياخذ امكانيات وكياخذ حتى وقت لانه كيمشي بلي كراد يعني في ديك المرحله الثانيه ما بقاش ديك الميكروب اللي هو صغير اللي دغيا غتبسط دغيا غتقضي عليه مي راه خدا زيكراد كبر وتمكن من ذات الانسان باش تخرج راه خصك وقت وخصك حتى امكانيات ماديه ولكن حتى في المرحله الثانيه كيتعالج المشكل هو اننا الا ما عالجناش فاش بان الجريحه ما عالجناش فاش بان سوفورم ديال ديطاش في الذات ديالنا وخلينا حتى داز المرحله الثالثه ففي المرحله الثالثه عمر الزهري ما كيتعالج علاش لان كيدوز اما الدماغ الانسان كيكون لاباس عليه ما عنده والو ما عرفش حتى هو راسو بان راه عنده الزهري شويه حتى كيمشي يعني كيبقى يدخل يخرج في الهضره لا مره وانا راجل عاوتاني فاش كي يوصل لهاد المرحله الله يسهل كي الحما عاوتاني كنوصل نديوها لمجموعه ديال كنعطوها لمجموعه ديال الحويجات اما راه كان كيكمي شي حاجه وحما اما كان داروا له شي حاجه يعني شكون اللي كيعرف هو في اخر المطاف يعني ما كيعيو ما يجيبهم السادات ولا الفقهاء ولا في اخر المطاف كيمشي للطبيب انا ما عندي علاش نعرف راسي على ان عندي الله يسر السيده خليني عايش هكذا حتى ما نعرف بالعكس الانسان خاصك تعرف شنو عندك في الذات ديالك باش يعني باش كتنتبه حتى انت حتى اقرب الناس ليك يمكن ترد البال ليهم الانسان اذا ما مزوجش ما عندوش مرا ما عندوش ولاد راه عنده عائله عنده ام عنده اب عنده خوت ينتبه ليهم ما عندكش انت يقدر يكون عند واحد من خوت يعني واحد من المجتمع ديالنا نخرج من الوسط الاسري يعني واحد من المجتمع ديالنا واحد من المجتمع راه بطريقه او باخرى يقدر يوصلني يقدر يدير علاقه جنسيه مع انسانه ديك الانسانه ديرها مع واحد اخر وهي غاديه هكذا حتى توصل لواحد اللي عندي في الدار انا عييت ما نتهرب منها وماشي معني وهادشي ما كيهمنيش ولكن في واحد اللحظه لقيت راه عندي راني معني وراني تنا الناس اللي معنيين بهذا الفيروس هذا اذا ما فيها مساله ان بالنسبه للناس يمكنهم يمشيو يديروا التحليل ديال السيده خصوصا ان ما كتاخذش وقت ما كتطلب منك حتى شي حاجه غير دير التحليله ديال السيده تعرف اشنو عندك وهاد المعلومات هذه اللي عطيناها لكم يعني كما قلت لكم قبيله راه ما غاديش نقدروا ندوروا على الديور هنايا دار بدار ونوعيوها فانتوما اللي كتبقى على عاتقكم هاد المسؤوليه هذه وتوصلوا هاد المعلومات للناس ديالكم العائلة ديالكم فإلى غير كل واحد
قبل غير جوج ديال الدراري، الدري جلس مع جوج دراري ولا ثلاثه وهضروا في هذا الموضوع هذا وهذا وصلوا هذه المعلومات، بنت جلست في العائله ديالها وقالت هذه المعلومات هذه وصلت، يعني راه حنا وصلنا للهدف ديالنا.